السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الكترومناجي. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح كيفية ضبط درجة العسر الماء في غسالة الصحون هوم ماكس. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. لنتابع الشرح. مرحبا مرة أخرى. أولا نأخذ كأس من الماء من المنزل، ثم نفتح شريط الاختبار. شريط الاختبار ستجده داخل الغسالة، نفتحه بهذه الطريقة. إن لم تجده فهو متوفر في الأسواق. نفتح الشريط ثم نضعه في الماء وننتظر ظهور النتيجة. ننتظر قليلا نلاحظ أن المربعات أصبحت حمراء اللون، هذا يعني أن درجة العسر مرتفعة جدا. نأخذ شريط الاختبار ونقارنه بالجدول المرافق للشريط. نلاحظ أن درجة العسر لدينا مرتفعة جدا، فلهذا يجب ضبط الغسالة على درجة مرتفعة جدا. لنرى كيف ذلك في هذا الفيديو القادم. بعدما قمنا بقياس درجة الماء في المنزل، الآن سنقوم بضبط الغسالة على هذه النتيجة. كيف ذلك؟ نضغط مطولا على زر البدء والإيقاف ونختار أول برنامج بهذه الطريقة، ونستمر بالضغط حتى تشتعل جميع مؤشرات الغسالة. بعدها نقوم بضبط درجة العسر في الغسالة. هنا 1، ثم نضغط هنا 2، ثم نضغط هنا 3، ثم نستمر بالضغط هنا 4، ثم 5، ثم 6. أنا سأقوم بضبطها على 6، أنت قم بضبطها على درجة العسر الموجودة لديك في المنزل. ثم نقوم بإطفاء الغسالة ونتأكد مرة أخرى أنها الغسالة ضبطت على الرقم 6. نضغط مطولا ثم نختار أول برنامج ونستمر بالضغط. نلاحظ أن الغسالة مضبوطة على 6. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك. إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.